يعني هل تتوقع واحد قبل توقعك، هل بتشوف انه سيطره بايرن ميونخ على البطولات المحليه واحده من الاسباب اللي ادت لتراجع مستوى المنتخب الالماني؟ وهل تتوقع الموسم اللي جاي انه شكل المنافسه على البوندز ليجا يختلف، وانه في انديه تانية ممكن تنافس بايرن ميونخ زي لابزيج، زي بروسيا دورتموند، زي باير ليفركوزن، زي اي فريق ممكن ينافس على تحقيق لقب بطوله الدوري الالماني؟ أنا أتمنى ذلك، أتمنى ذلك أن يكون هناك منافسة أقوى في الموسم القادم. نعم المنافسة أعتقد ستصبح صعبة، أعتقد سمعنا عن هاري كين، هاري كين في هناك كلام وأحاديث كثيرة وأخبار أنه سوف يأتي لبايرن ميونخ، فعلا البايرن ميونخ يفتقد لمهاجم صريح، مهاجم قوي مثل هاري كين، وأعتقد وجوده في البوندسليغا سوف يعطي طعم أحسن وأفضل ويعطي منافسة أكبر. بايرن ميونخ يمتلك أيضا منافسين كثيرين هذا الموسم، أعتقد ذلك. بالحديث عن المنتخب الألماني، يمكن وأنا بقدم أو بستقبلك في بداية الفقرة كنت بتكلم على أن منتخب ألمانيا تعودنا دايما هو بيشارك في أي بطولة بيكون من المرشحين لتحقيق اللقب، لكن يمكن تراجع مستوى المنتخب الألماني تحت قيادة هانز فليك، ومن أواخر فترة يواكيم لوف يمكن كان في تراجع بشكل كبير. من وجهة نظرك أهم أسبابه، وإزاي يقدر يستعيد المنتخب الألماني وهو على وشك تنظيم بطولة يورو 24، إزاي يستعيد المنتخب الألماني قوته مرة تانية؟ نعم هذه مفاجأة بالنسبة لي أن المنتخب الألماني في الآونة الأخيرة فعلا كما ذكرت لديه مشاكل كثيرة أثرت بشكل عام على النتائج وعلى الأداء. أعتقد أنا أؤمن بهانز فليك وأؤمن بالكتيبة الحالية، ونحن كألمان ندعم المنتخب الألماني بشكل كبير، وأعتقد هناك فعلا لاعبين جيدين على صعيد أو جميع المراكز، وقد يستطيعون العودة مرة أخرى بالمنتخب الألماني للمنافسة دوليا. لسه بتشجع بروسيا دورتموند؟ هل ما زلت بتشجع فريق او نادي بروسيا دورتموند؟ نعم انا اتابع بروسيا دورتموند واعشق هذا الفريق. انا سعيد ودائما اسعد لبروسيا دورتموند عندما ينافس بشكل قوي وعندما يظهر بشكل كبير، ولكن للاسف كما نعلم خسر اللقب في السواليف.